السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عسلامة جميع الكل، يا رب تكونوا في أحسن الأحوال وأطيبها. اليوم جينا في وصفة زمنية اللي هي كفتة بالحم المفروم، كفتة تونسية. هنا عنا معدنوس، عنا راس بصل صغير، وعنا كركم وزعتر وكليل وملح وفلفل أكحل، ومعاهم تقريبا 300 جرام فلفل 300 جرام من اللحم مفروم، ومعاه ملعقة كبيرة خبز مطحون شابر. فهذاك عملته وانا في الدار، فيديوهات موجودة آخر مرة عملته. المهم نخلطهم الكل مع بعضهم. تنجم تحط معاها شوية نعناع، أنا عندي شوية حطيتها لكن بعد خلطتها ما صورتهاش. نعناع شيح يبننها برشا. خذيت نص بصلة بركة، وخذيت شوية ثوم رفستو، وكما تشوفوه كيكة من غير تهريس يعني، وحطيت فيه زوز جرينات فلفل باش يعطيه الطعمة. قليتهم، وهنا شديتك الكفتة بشوية فارينة باش نقليهم. هي الأولانية يعني ركبت باش نتركب الصوص على جنب، وباش نقلي مره واحده باش فرد وقت نكمل. هنا وليدي جاب لي وحفادي باش يقعدوا عندي نهايرين، فخليت تلهيت بهم شويه، فرحان وهم فرحانين بيا وحاله. ورجعت نلقى البسيلات اللي حطيتهم الاولانيين تحرقوا، لكن مش برشا، تبشمتوا حمار وكهو. باهي حطيت طماطم فريش، نوعية الطماطم هذه ما نحطش طماطم صوص. تنجم تحط انت، معناها هذا ما عندكش ما يسالش، تنجم تحط مغرفتين كبار طماطم للصوص، طماطم معجونة. هنا انا بحذايا نقلب فيهم، حطيتهم لوني مبرك ما تحرقوليش كيف البصلات. المهم تبشمت وكهو. كملت نقلي الكعيبات بحذايا باش نرجع بعد للصوص. حطيتهم كل لازم منها الفارينة باش ما تتفرتلكش الكعبه، ومنقصه في الغاز. انا سخنته اول مره لكن من بعد منقصه فيه على الاخر باش اللحم يطيب، خاطر تعرف ني. ومن بعد انا باش نرميه في الصوص، لكن باهي كي تنقص باش ما يتحرقش. هنا حطيت، رجعت للصوص نتاعي، حطيت ملح، حطيت فلفل اكحل وفلفل زينه وفوق كركم، يعني فلفل احمر او شطه كركم. خليتهم هنا. هنا زدت، نسيت، هنا زدت مغرفه طماطم باش تحمر باش تجي صوص بنينه وحمراء. ومن بعد بعد ما قليتهم باش نحي كزوز جرينات فلفل. هنا نقلب في الكعيبات، والله فايحين محلاهم. هذه على فكره فكرتني فيها اختي منيره، قناه منيره، عملتها فانا حطيتها. المهم هنا حطيت، نحيت الجزوز جرينات فلفل، خاطر من بعد باش نرجعهم في اخر حاجه. وهنا باش نعملها اللوبيا. اللوبيا مطيبتها قبل بنهار. انت تنجم تحط اللي تحب، تنجم تعمل مرقة معاها بطاطا، تنجم تعملها صافيه، تنجم تعملها مرقة حمص يعني، وبعد ترمي فيها الكعبات هذوكم. انا عملت اللوبيا، حصمتها في الماء، ومن بعد كي طابت الصوص قليتها كما شفتوا، رميتك اللوبيا هذيك الطايبه وخليتها تطيب وغطيتها. ومن بعد ما قليت الكعيبات رميتهم، لكن سامحوني وقت اللي رميت الكعيبات الفيديو نتاعي لما مشغوبه بحفادي تبارك الله عليهم، طيشتوا الفيديو والله لفقت بيه كيفاش طيش، فصورت كان صحن لكن باينه بنينه وتشره، وكل واحد اللي مجربها يعرف قداش بنينه. باهي نخرجكم معايا، بما انه حفادي بيتين عنا، فبنتي موني حبت تاخذ تهزهم لتيم هورتن تفرحهم يعني باش تشري لهم، خاطر هما يباتوش ديما عنا يقراو. المره هذه عطله كما تعرفوا، عندهم جمعتين عطله، فخذينا هزتهم بنتي انا معاهم طبعا، هزتهم باش تشري لهم حاجه من تيم هورتن. لكن الطقس به بعد تبدل، شوف كيفاش وقت وصلنا للدار كيفاش، ولا سبحان الله تغير. ومن غدوة حبوا يخرجوا، زاد عنا دولار ستور، نقولوا احنا بو دينار، حنوت بو دينار، حبينا نمشيو على ساقينا رجعنا نجري. وتعرف مشينا زوز بيوت رجعنا، ما نجمناش بصراحه نمشيو، ولا راجلي قال لي تو نهزكم. هاو هنا خرج، هو سخنت الدنيا شويه، بدا يذوبك الثلج، لكن مازال ما تنجمش تهز صغار، هو بعيد علينا على الاقل نص ساعه باش نمشيو على ساقينا. وتعرف الصغار يحبوا يخرجوا، ما نجمش نقول لهم ليه، وهما ما يهمتهمش يحبوا يمشيو على ساقيهم. انا ما عنديش مشكل، لكن برد برد، حتى هما تعرفوا ولاو يرعشوا من البرد.
حسيل وجهزنا، هو قعد في الكهرباء شرى قهوة وقعد في الكهرباء واحنا دخلنا. هك شوفوا هما مشاو يجريوا للبلايص نتاع الكرافت، الحاجات اللي خاصة بالأطفال هذايا. هو يقول لك بو دينار يعني بدولار، يعني كيما نقولوا احنا في تونس بو دينار، حانوت بو دينار ولا محل بو دينار، هذوما يقول لك دولار ستور، يعني دولار واحد. وهو والله تو تشوفوا بثلاثة دولار ونص، أربعة دولار، ثم وحدات خذيتهم له حتى بخمسة دولار، يعني غالية. وهما جايبين كل واحد منهم عشرة دولار من عند أمه، كل واحد عنده فستوشو. خليتهم هما، حبيت ندفع لهم أنا، قالوا لي لا نحبوا ندفعوا، بعد يحبوا يشريوا الزايد هذه وهذه، وخايفين ويحسبوا مساكن هذا باربعة وهذا بثلاثة، قديش بقت لنا 10 من 10 دولار. تبارك الله الاثنين على فكرة كميلة، حاطينا في المدرسة فرنش سكول، يعني بالفرنسية باش كي تروح لتونس تلقى روحها، فهمت؟ تبارك الله عليه تعمل بالفرنسي. المهم حسيلو بعد كي تغسلوا في الدفوة، قلت لهم بي اشري مسالش تو انا نخلص الزيت، فرحانين عاد هكا هو شراو حاجات. وبعديك مشينا الكاشير، انا حبيت نكمل نصور لك بهاك ب 3000، شفتوها تليفونات فيك ب 3000 دولار. شوف كيفاش يعني. زكريا هو اللي خذا وحده، اخته رجعتها وتبدلوا ويحسبوا الحساب مساكن وترجع. يا بنتي خوت تو انا نعاونك في الخلاص يا بنتي، هما اوكي ونحبوا احنا ندفعوا اوكي. حاسيل المهم انا حبيت نصورك برشا حاجات، لكن جاني الراجل قال لي ليه، قلت هاني نصور في احفادي، قال لي نو خاطر انت توري في الـ في الـ في الحاجات هذوما والاسعار نتاعهم. شوف هذوما مزينه بناتنا اكيد يحبوهم بنات الصغار. قال لي ليه، قلت له اخي شنو اللي وريت انا كل بو دينار يعني دولار، له ماركات ولا هو كل اسامي كل الحاجات الغاليه. قال لي نو، فما ما يحبوش، هو تشاينيز ما يحبش واحد يصور، فهمت؟ كملت نصورت هنا، ما رانيش لهذوم الحق نصور فيهم بالسرقه، ولين وصلت عاد قريب صايب باش نمشوا الكاشير باش ندفع لهم. وقتها قسيت ما صورتش. قال لي ما تنجميش تصوري ما ندير شنو. حسيلو هنا انا هما يختاروا وانا وراهم ونشجع فيهم، وهما مره يرجعوا هذه يختاروا هذه، يحبوا يشريوا ب 10 دولار. كي حليت لهم انا المشكله قلت لهم اوكي شريوا اللي تحبوا انتوما، انا تو نخلص الباقي الحق الحمد لله. وتعرف والله العظيم خذوا حاجات تو تشوفوهم روحنا بهم للدار 45 دولار، يعني قرابه 80 45 90 90 تونسي، يعني برشا. وهو يتسمى حانوت بودينار، يعني ما تجيش، لكن قدام الصغار ما تنجمش، هما جايبين 20 ما بيناتهم. هاو حد هنا وصاي قسيت ما حبليش الراجل، هذو مستايش محلين. قلت لخوذ قتلينو خذيت حاجات اخرين حسيل من العرايس وكل هاك. تشوف حسيل وان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم. روح ديريكت نمسح لهم، خذوا ايس كريم زادا جرفي، روح ديريكت نعملت سانيتايزر ونمسح لهم ونظفتهم كل باش يلعبوا بيه وياخذوا قبل ما يمسوا بيديهم. حسيلو غسلوا طبعا هما يديهم سانيتايزر باش نبدا كلش الناس كل نظاف. ان شاء الله الفيديو هذا يعجبكم، هكا ماهوش طويل برشا، ومن هنا ورايح ما عادش باش نعمل اكثر من 10 دولار 10 دقائق، قلت 10 دولار. يلا ان شاء الله رمضانكم مبروك، شهية طيبة للناس الصايمة، وان شاء الله رمضانكم مبروك وعشركم مبروك. وعواشركم مبروك، سامحني واحد قص علي بالتليفون نسيبي كلمني. المهم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، وكل فاقدين ولا مفقودين جميعا يا رب. بسلامة وان شاء الله فيديو آخر جديد.